وصية، الوصية بالتوحيد أعظم وصية يقدمها شخص إلى شخص، الوصية بالتوحيد، أن تقول له وحد الله، أعبد الله، ولا تشرك به شيئا. لماذا؟ لأن التوحيد والإيمان هذا هو أصل خلق الخلق. الله عز وجل قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذا أول وصية وأول أمر في القرآن في سورة البقرة، ما هو؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. والمسألة الأخرى أن التوحيد هو الفيصل، هو الميزان، هو الحد. ولذلك يوم القيامة من لم يأتي موحدا فلا تنفعه أعماله الصالحة. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ومن لقي الله بحسنة التوحيد هان الأمر. من لقي الله بحسنة التوحيد هان الأمر. ولذلك أناس يوم القيامة يغفر الله لهم قد لقوه بكبائر، بكبائر لقوه فيغفر الله عز وجل له. قال العلماء: بسبب حسنة التوحيد. أعظم حسنة حسنة التوحيد، وضدها الشرك والعياذ بالله. ولذلك كل ذنب يغفره الله إلا الشرك، إلا الشرك. قال جل وعلا في مقامين في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال جل وعلا على لسان المسيح ابن مريم: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولذلك اشتد خوف أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام، إبراهيم اللي الله عز وجل أمر الأنبياء باتباع ملته، ماذا قال؟ قال: رب جنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب جنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قدم هذه الوصية. والحظ دعوة الأنبياء كيف؟ أنهم يعتنون بالتوحيد أولا، وبالإيمان، وبالتحذير من الشرك. هذا يوسف عليه الصلاة والسلام هو في السجن، لما جاءه الفتيان يسألانه عن رؤيا، رؤيا رأياها، وقيل بأنهما افتعلا هذه الرؤيا لم تكن واقعا، والله أعلم. قال: إن نراك من، ماذا قال؟ ما أجابهما وما عبر لهم الرؤيا، وإنما ذكر لهم التوحيد. أول ما بدأ يفصل لهما في توحيد الله وكيف أن الناس أشركوا بالله عز وجل، ثم بعد ذلك عبر لهما الرؤيا. قال: اعبد الله ولا تشرك به شيئا، شيئا نكرة تعم كل شيء، كل شيء، لا تشرك بالله شيئا، يعني لا تعبد إلا الله، ولا تصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله عز وجل.